إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه تمر علينا أعوام جديدة وأشهر عديدة وأيام مديدة، فعلينا أن نأخذ بأسباب جعلها الله تبارك وتعالى لائحة لنا في طريقنا لنستزيد من الأعمال الصالحة، فإن السفر بعيد والزاد قليل. والرجل المسلم الكيس الفطن هو الذي إذا هبت له رياح خير اغتنمها، لأنه لا يدري متى يأتي السكون، كما قال الشاعر القديم: إذا هبت رياح فاغتنمها، فإن لكل خافقة سكون، ولا تغفل عن الإحسان فيها، فلا تدري السكون متى يكون. وقد قال ربنا جل وعلا: إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي والبيهقي والحاكم من رواية أبي الدرداء رضي الله عنه: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. ذكروا الله. وقد جعل الله تبارك وتعالى لكثير من الأعمال أجرا مضاعفا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد ومسلم والنسائي عن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ يسبح الله 100 تسبيحة فيكتب الله له بها 1000 حسنة ويحط عنه بها 1000 خطيئة. هذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن العبد إذا أتى بهذا الأمر الذي هو يسير على من يسره الله عليه، فسبح الله تبارك وتعالى 100 تسبيحة، فإن الله تبارك وتعالى يضاعف له الأجر والمثوبة، يكتب له بها 1000 حسنة ويحط عنه بها 1000 خطيئة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لأبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر، هل أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. والحديث أخرجه أحمد والنسائي والحاكم وابن حبان، وأخرجه ابن ماجه في سننه، وهو حديث صحيح. لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، يخرج بها الإنسان من حوله وقوته إلى حول الله تبارك وتعالى وقوته،
لا ينقلني أحد مما أنا فيه من الحزن إلى السرور، ولا من الشقاء إلى السعادة، ولا من الفقر إلى الغنى، ولا من المرض إلى العافية، ولا من الذنب والمعصية إلى الإحسان والطاعة. لا ينقلني أحد إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا عن مضاعفة الثواب لمن صلى في المسجد الحرام، فمن صلى ركعتين في المسجد الحرام فكأنه أخذ ثواب 200,000 ركعة، أي كأنه صلى صلاة النوافل في 46 سنة كاملة. ومن صلى 10 ركعات فكأنما صلى بثواب لا يجزئ العدد عن العدد، وإنما هو مضاعفة الثواب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، كأنما صلى 1,000,000 ركعة. من صلى 10 ركعات كأنما أخذ ثواب 1,000,000 ركعة، يعني كأنه صلى النوافل 30 و200 سنة، يتحصل على الثواب في ذلك إذا خلصت نيته لله تبارك وتعالى. وصلاة المرأة في بيتها أفضل من الصلاة في المسجد الحرام وفي مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلاة في مسجدي أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. والحديث حديث صحيح، أخرجه أحمد وابن ماجه من رواية جابر رضي الله عنه، وأخرج أحمد وابن خزيمة والحاكم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صلاة النساء في قعر بيوتهن. إذا خرج الإنسان إلى صلاة الجمعة فكل خطوة يخطوها له بها ثواب صيام سنة وقيامها. والمرأة التي تحث زوجها وأطفالها على هذه الصلاة وعلى الإسراء إليها لها نفس الثواب، فإنه من دل على خير فله مثل ثواب فاعله. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد والأربعة وابن حبان والحاكم من رواية أوس بن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم ذكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يلغ، كان له بكل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها. والحديث حديث صحيح. من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يلغ، كان له بكل خطوة يخطوها من بيته إلى المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها. فاللهم لك الحمد على كرمك وجودك ومنك، ونسألك التوفيق والمزيد منه. ومن صلى الفجر والعشاء في جماعة فثوابه كقيام ليلة، كأنه قام الليل كله. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة. والحديث حديث صحيح،
رواه أبو داود والترمذي من رواية عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا حرص الإنسان على أن يصلي العشاء في الجماعة فكأنما قام نصف ليلة، فإذا صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليلة كلها، كان فقيام ليلة كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أكرمه الله تبارك وتعالى بزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمعلوم أنه إذا صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة فكأنه صلى 1000 صلاة من حيث الثواب والعطاء من الله جل وعلا. وإذا ذهب إلى مسجد قباء فصلى فيه 2 ركعتين فكأنه تطوع بعمرة لله جل وعلا. قد أخرج الطبراني وأحمد وأبو داود والبيهقي من رواية أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة 2 ركعتين في مسجد قباء ثوابها كعمرة. من صلى 2 ركعتين في مسجد قباء فله ثواب عمرة نافلة، يعني يتطوع بها لله جل وعلا. من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة، ومن مشى إلى صلاة تطوع فهي كعمرة نافلة. هذا كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الذي يمشي إلى الصلاة المكتوبة في الجماعة فهي كحجة، ومن مشى إلى صلاة تطوع فهي كعمرة نافلة. الذي يأتي بصلاة الإشراق يعني يشهد صلاة الصبح في الجماعة ثم يقعد في مسجده الذي صلى فيه يذكر الله تبارك وتعالى إلى أن تطلع الشمس حسنا، أي طلوعا حسنا، ثم يصلي لله 2 ركعتين، هاتان الركعتان هما ركعتا الإشراق. إذا صلى هاتين الركعتين فله أجر كبير بينه البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو أمر هين على من يسره الله تبارك وتعالى للخير ويسر الله له الخير، يصلي الصبح في الجماعة ويقعد في مصلاه الذي صلى فيه يذكر الله تبارك وتعالى حتى تطلع الشمس طلوعا حسنا، يعني إلى حل النافلة، يعني بعد الشروق بحوالي 1/3 ساعة، ثم يصلي 2 ركعتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى 2 ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. والحديث أخرجه الترمذي وغيره وهو حديث صحيح. فإذا قعد بعد أن يصلي الفجر في الجماعة يذكر الله تبارك وتعالى حتى تطلع الشمس ثم يصلي 2 ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. وإذا ما صلى الضحى فثواب صلاة الضحى أداء الصدقة عن 60 و300 مفصل في الإنسان، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: على كل سلامة من ابن آدم في كل يوم صدقة. والسلامة إما أن يكون العظم ما بين المفصلين، وإما أن يكون المفصل عناه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول: على كل سلامة من ابن آدم في كل يوم صدقة، ويجزي عن ذلك كله 2 ركعتا الضحى. عليه صدقة عن كل سلامة، وفيه 60 و300
مفصل، فعليه بعدد تلك المفاصل صدقات كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولف عليه أنه لو تكلف أن يؤدي صدقة عن كل سلامة لكان كثيرا. فاختصر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كله في ركعتين، فقال يصلي ركعتي الضحى فيجزئ عن هذا كله. فاللهم صل وسلم وبارك عليه. الأعمال التي تدخل الجنة كثيرة، لأنه لا يهلك على الله إلا هالك. إن الله تبارك وتعالى جعل ميزان الحسنات والسيئات على الفضل لا على العدل، لأن الإنسان إذا هم بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة حسنة كاملة، إذا هم بها ولم يعمل، وإذا هم بسيئة ولم يعملها كتبت حسنة، وأما إذا ما هم بالحسنة فعملها فإنها تكتب 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. وأما إذا هم بالسيئة فعملها فإنها تكتب سيئة واحدة. فانظر إلى هذا الكرم، ومع ذلك إذا استغفر محاها الله تبارك وتعالى عنه، فلا يهلك على الله إلا هالك. نسأل الله أن ينجينا جميعا من النار. فبين لنا ربنا تبارك وتعالى الأعمال التي تدخلنا الجنة والتي تنجينا بفضل الله تبارك وتعالى من النار، وأول ذلك الإيمان مع العمل الصالح. فالإيمان مع العمل الصالح كل ذلك يدخل الجنة. قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. والجنة هي المكان الوحيد الذي إذا أكرمك الله تبارك وتعالى به لا تبغي تحولا عنه. قال تعالى خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، أي تحولا. وأما الدنيا بما فيها، مهما كنت في قصر مشيد أو كنت في بيت تحبه وترضاه ولكنك تبغي أن تتحول عنه، لا محال إلا الجنة لأنها المستقر. نسأل الله أن يجمعنا جميعا فيها. قال سبحانه والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. هذا الحديث قد يشكل على بعض الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها، هذا إذا لم يدعه داعي الجهاد الذي هو فرض عين، وإلا فإن الله تبارك وتعالى ما عذر كعب بن مالك والذين خلفوا لم يعذرهم الله تبارك وتعالى مع أنهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الإخلاص والصدق، اعترفوا بأنهم إنما تخلفوا من غير عذر، ثم أنزل الله توبتهم بعد وقد حققوا الإيمان وصلوا وصاموا كما هو معلوم في قصتهم، ومع ذلك ما عذرهم الله تبارك وتعالى، فلما تابوا تاب الله عليه رضوان الله عليه. والجنة لمن قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، الجنة لمن قال لا إله إلا الله
خالصا من قلب. فعن عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: إنه شهد معاذا حين حضرته الوفاة يقول: اكشفوا عني سجف القبة، أي ستر القبة التي كان فيها وهو يعاني السكرات، هو في غمرات الموت. فقال: اكشفوا عني سجف القبة أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال مرة: أخبركم بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمنعني أن أحدثكموه إلا أن تتكلوا، يعني فيه بشرى عظيمة، أخشى إن سمعتم تلك البشرى أن تتكلوا عليها ولا تجتهدوا في العمل. سمعته صلى الله عليه وسلم أقول: من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا من قلبه أو يقينا من قلبه لم يدخل النار، أو دخل الجنة، أو كما قال في رواية ثالثة: دخل الجنة ولم تمسه النار. وهذا حديث صحيح. فاللهم إنا نشهدك أن نشهد أنه لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي رواية عن أنس أن معاذ بن جبل حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، فقال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: لا يشهد عبد أن لا إله إلا الله ثم يموت على ذلك إلا دخل الجنة. قال: قلت: أفلا أحدث الناس؟ قال: لا، إني أخشى أن يتكلوا علي. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، أخرجه مسلم. يحقق التوحيد ويشهد بما حققه القلب اللسان، وتعمل الجوارح بالأركان، فإذا فعل ذلك فهو مؤمن حق الإيمان، فإذا مات على ذلك دخل الجنة ولم تمسه النار كما بشرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمة الطيبة، كلمة لا إله إلا الله، مما ينبغي أن يجتهد الإنسان في ذكر الله به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هي أفضل الذكر، لا إله إلا الله. لا يخونك لسانك عند الموت إذا كنت مكثرا من الذكر بها، لأنه عند الموت يتخبط الشيطان الإنسان. نسأل الله العافية والسلامة، ونسأله الثبات عند الممات. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ومقامه مقامه يعلمنا صلى الله عليه وسلم في دعائه الاستعاذة بالله من أن يتخبط الشيطان الإنسان في ذلك المقام، فكان يقول صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم إني أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، اللهم إني أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. في رواية عند مسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار. وعن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه مسلم. وفي حديث رفاعة الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل قال: أشهد عند الله، هذه الشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أشهد عند الله لا يموت عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صدقا من قلبه، ثم يسدد ثم يستقيم، قل آمنت بالله ثم استقم، ثم يسدد إلا سلك في الجنة. هو حديث قوي رواه أحمد وغيره. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: أتى رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الموجبتان؟ مثنى موجبة، وهما الفصلتان اللتان توجبان الجنة أو النار، ما الموجبتان؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، رواه مسلم في صحيح. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. لا يعني هذا أن الإنسان يقول لا إله إلا الله ثم يزني ويسرق، لا، المعنى أن الإنسان إذا قال لا إله إلا الله وحقق التوحيد، إذا وقع في شيء من تلك المعاصي لا يخلد في النار، فإنه لا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لا يخلد في النار، فإنه حتى وإن دخل النار فإنه لا يخلد فيها. الإنسان ربما لا يتصور الخلود، الخلود هو أبد الأبيد لا نهاية، فالكافر إذا دخل النار لا يخرج منها أبدا. نسأل الله أن يقبضنا على الإيمان، إنه على كل شيء قدير. ظلم عظيم للنفس، هو أكبر ظلم أن يموت المرء مشركا بربه تبارك وتعالى، لأنه من مات مشركا حرم الله تبارك وتعالى عليه الجنة وأدخله النار، ثم إذا دخل النار فإنه يخلد فيها أبدا لا يخرج منها أبدا إلى ما لا نهاية. وكنا قد ذكرنا مثالا ذكره العلماء قبل في توضيح لا نهاية، في توضيح الخلود، قالوا: تصور أن الكرة الأرضية لا زرع فيها ولا ماء، لا أشجار ولا بحار ولا جبال ولا أنهار، وإنما هي كتلة مصمطة من الطين، وأنها قد ملئت بالذر، أي بالنمل الدقيق لا بالنمل الكبير، بالنمل الدقيق بالذر الصغير، فكانت النملة بجوار أختها. تصور هذا، أن الأرض كلها قد ملئت بهذا النمل. إذا تصورت هذا، تصور أن طائرا يأتي كل 2000 سنة، لا كل 1000، وإنما كل 2000 سنة يخطف من هذا النمل نملة. إذا تصورت أن يفنى هذا النمل فسيفنى قبل أن يفنى الخلود. فمن دخل النار يخلد في النار إذا مات كافرا. فعلى الإنسان أن يحقق التوحيد وأن يستعيذ بالله من الشرك والمشركين. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله أشرق وجهه ودخل الجنة. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة. وعن يحيى بن طلحة ابن عبيد الله
هو صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، عن أبيه طلحة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه رآه، أي رأى طلحة كئيبا، فقال: ما لك يا أبا محمد؟ لعله ساءتك إمرة ابن عمك، يعني أبا بكر، يعني أن صار خليفة وأميرا للمؤمنين. قال: لا، وأثنى على أبي بكر رضي الله عنه خيرا. قال: ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا فرج الله عنه كربته وأشرق لونه، فما منعني أن أسأله عنها إلا القدرة عليها حتى مات. قال: إني لأعلمه. قال عمر: إني لأعلم الكلمة التي فاتتك ولم تسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال طلحة: وماي؟ قال: هل تعلم كلمة هي أعظم من كلمة أمر بها عمه؟ لا إله إلا الله. فقال طلحة: هي والله هي. وهو حديث صحيح. طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في الأوامر والنواهي تدخل الجنة. فعن جابر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن قوقل، جاء النعمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أأدخل الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وهذا حديث صحيح رواه مسلم في صحيح. الظاهر أن المراد في الحديث أن يعتقد الحرام حراما وألا يفعله، أن يعتقد الحرام حراما وألا يفعله، وإلا فإذا كان يعتقد الحرام حراما ثم يفعله فإنه حينئذ يكون مخالفا لربه جل وعلا، ويكون مخالفا لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا يعرف الإنسان الحرام حراما ولا يفعله، ويعرف الحلال حلالا. ولذلك في الدعاء كما هو معلوم: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لأن الناس مع الحق والباطل درجات وأنواع وصنوف، فمنهم من لا يرى الحق حق، ومنهم من يرى الحق باطلا، لأنه يمكن ألا يرى الحق حقا ولا باطلا. فمنهم من لا يرى الحق حق، ومنهم من يرى الحق باطلا، ومنهم من لا يرى الباطل باطلا، ومنهم من يرى الباطل حقا، ومنهم من يرى الحق حقا والباطل باطلا، ولا يرزق اجتناب الباطل ولا اتباع الحق. فمنهم من يرى الحق حقا ولا يرزق اتباعه، ومنهم من يرى الباطل باطلا ولا يرزق اجتنابه، ومنهم من لا يرى حقا ولا باطلا. وأعلى الدرجات من رأى الحق حقا ورزق اتباعه، ومن رأى الباطل باطلا ورزق اجتناب. اللهم اجعلنا من هذا الصنف. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، أي من رفض وامتنع. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أو أبي سعيد شك الأعمش قال: يقال لصاحب القرآن. صاحب القرآن ليس هو الذي يحمل المصحف على صدره أو يعلقه في بيته أو في سيارته أو في دكانه، وليس هو الذي يسمع القرآن في الصباح لجلب الرزق، وليس هو الذي يستهين بكتاب الله تبارك وتعالى وإن كان تاليا له، يعني لا يعمل بما أمر به ولا ينتهي عما نهى عنه. وإنما صاحب القرآن هو الذي يحل حلاله ويحرم حرامه،
ويعمل بأوامره وينزجر عن زواجره ويتعظ بمواعظه ويتدبر فيه ويتلوه. نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن. يقال لصاحب القرآن يوم القيامة عند دخول الجنة: اقرأ ورقة، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فإن منزلتك، فالجنة منازل في كل درجة، ومنزلتك عند آخر آية تقرأها، فمنازل الجنة بعدد آي القرآن. وأما درجاتها فمئة درجة، أعلاها الفردوس وهو أوسطها وسقفه عرش الرحمن. نسأل الله أن يجمعنا فيه مع نبينا صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله، فيلبس تاج الكرام. هذا لصاحب القرآن. يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله، يعني حل صاحب القرآن، فيلبس، أي يلبس صاحب القرآن، تاج الكرامة. ثم يقول القرآن: يا رب زد، فيلبس حلة الكرامة. ثم يقول: يا رب ارضى عنه، فيرضى عنه. فيقال له: اقرأ ورقة تزاد بكل آية حسنة. أخرجه الترمذي، وهو حديث قوي موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه. صاحب القرآن الذي يقرأ القرآن بالليل والنهار، والذي يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، والذي يتدبر في معانيه. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل القرآن العظيم. عليك أن تعصي الشيطان فيما أمرك به، فإذا فعلت دخلت الجنة. فعن صبرة بن أبي فاكه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال له: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك؟ قال: فعصاه فأسلم. ثم قعد له بطريق الهجرة، فقال: أتهاجر وتذر أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول، أي في شطنه في حبله. قال: فعصاه فهاجر. قال: ثم قعد له بطريق الجهاد، فقال: هو جهد النفس والمال، فتقاتل فتقتل، فتنكح المرأة ويقسم المال. تقاتل فتقتل فتنكح المرأة من بعدك ويقسم المال. قال: فعصاه فجاهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك منهم فمات، كان حقا على الله أن يدخله الجنة، وإن قتل كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو وقصته دابة كان حقا على الله أن يدخله الجنة. الأمر سهل على من يسره الله عليه. خذ بهذا الضمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم يضمن لك الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. اضمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم لسانك وفرجك، يضمن لك الجنة. من يضمن لي ما بين لحييه، أي ما بين فكيه، واللحيان عظم الفك. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه، يعني فرجه، أضمن له الجنة. فلا ينكشف فرجك على ما حرم الله. احفظ عورتك إلا من أهلك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: عوراتنا يا رسول الله، ما نكشف منها وما لا نكشف؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن استطعت ألا يرى عورتك أحد من الناس فافعل،
فقال يا رسول الله، فالرجل يكون خاليا ليس معه أحد من الناس، قال فالله أحق أن يستحيا منه. يعني إذا كنت خاليا فلا تتكشف، فالله أحق أن يستحيا منه. وكان عثمان رضوان الله عليه لا يغتسل إلا من تحت الثياب، وهو أحيا هذه الأمة، يعني أشد الأمة حياء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان مضطجعا وقد كشف عن رجله عن ساقه، فاستأذن أبو بكر فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حاله، ثم استأذن عمر فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم وهو على حاله، فاستأذن عثمان فغطى النبي صلى الله عليه وسلم ساقه وأذن له. فقالت عائشة يا رسول الله، دخل أبو بكر فلم تأبه له، ودخل عمر فلم تأبه له، ودخل عثمان ففعلت ما فعلت. قال يا عائشة، ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة رضوان الله عليه؟ فعورتك إذا كنت خاليا فالله أحق أن يستحيا منه كما قال رسول الله. اضمن للنبي صلى الله عليه وسلم ما بين رجليك وما بين لحييك، اضمن للنبي صلى الله عليه وسلم لسانك، لا تكذب، لا تنقل الكلام على وجه الإفساد بين الناس، لا تشهد شهادة الزور، لا تشرك بالله باللفظ، لا تحلف بغير الله تبارك وتعالى، اذكر ربك على كل حال، واستعمل لسانك في طاعة الله تبارك وتعالى. اضمن لله عز وجل لسانك، واضمن لله رب العالمين فرجك، يعني لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يضمن لك النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. وتبرأ من الكبر، إياك أن تتكبر، فإنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والكبر ليس أن يكون ثوبك حسنا ولا أن تكون نعلك حسنا، إن الله جميل يحب الجمال، ولكن الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق رده على قائله استصغارا لشأنه واحتقارا لأمره، لأنه يكون صغيرا في سنه، أو يكون فقيرا لا يملك، أو يكون غير ذي مال ولا جاه، ولكنه أنطقه الله رب العالمين بالحق فيرد الحق عليه استصغارا لشأنه واحتقارا لأمره، هذا كبر، ولا يفعله إلا متكبر. فمن رد الحق على قائله فهو متكبر، لا يرد الحق على من أتى به إلا لكبر في قلبه. والله حرم الجنة على من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وأما غمط الناس فهو النظر إليهم بمؤخر العين احتقارا، هو احتقار الخلق، فهذا كبر. ومن كان في قلبه مثقال ذرة من كبر حرم الله رب العالمين عليه الجنة وأدخله النار. نسأل الله رب العالمين أن يخلصنا من ذلك ظاهرا وباطنا. عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فارق الروح الجسد، أي منه، وهو بريء من ثلاث دخل الجنة: الكبر والدين والغلول. الغلول أن تأخذ ما ليس لك مما لك فيه شركة، كالأخذ من الغنيمة وأنت صاحب حق فيه، ولكن الغلول أن تأخذ ما لا حق لك، أو أن يأخذ من الغنيمة قبل تقسيمها ولو شملة. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن الرجل الذي غل الشمل ومات في سبيل الله تبارك وتعالى ظاهرة أنها تشتعل عليه في قبره نارا، نسأل الله العافية.
والناس في الكبر أنواع، فمن الناس من يتكبر بعلمه، يقول أنا متفنن في العلوم ومطلع على الحقائق، ورأيت من الشيوخ فلانا وفلانا، ومن أنت؟ وما فضلك؟ ومن لقيت أنت من الشيوخ؟ وما الذي سمعت من الحديث؟ كل ذلك ليصغره وليعظم نفسه. والمباهاة أنه يجتهد في المناظرة أن يغلب ولا يغلب، وأن يسهر الليل ويجد النهار في تحصيل العلوم ليتجمل بها في المحافل كالمناظرة والجدل وتحسين العبارة وتسجيع الألفاظ وحفظ العلوم الغريبة ليغرب بها على الأقران ويتعظم عليهم، وهو يحفظ الأحاديث ألفاظها وأسانيدها حتى يرد على من أخطأ فيها ليظهر نفسه وليبين نقصان أقرانه، ويفرح مهما أخطأ واحد منهم ليرد عليه، ويسوءه إذا أصاب صاحبه وأحسن، خيفة من أن يرى أن صاحبه أعظم منه. فهذا كله أخلاق الكبر وآثاره التي يثمرها التعزز بالعلم والعمل. ومن الناس من يتكبر بالحسب والنسب، الذي له نسب شريف يستحقر من ليس له ذلك النسب، وإن كان من يستحقره أرفع منه علما وعملا. ومن الناس من يتفاخر بالجمال، وذلك أكثر ما يجري بين النساء، ويدعو ذلك إلى التنقص والثلب والغيبة وذكر عيوب الناس. ومن الناس من يتكبر بالمال، وذلك يجري أكثر ما يجري بين الملوك في خزائنهم، وبين التجار في بضائعهم، وبين الملاك في أراضيهم، وبين المتجملين في لباسهم ومراكبهم، فيستحقر الغني الفقير ويتكبر عليه ويقول هذا فقير ومسكين، وأنا لو أردت لاشتريت مثله واستخدمت من هو فوقه، ومن أنت وما معك؟ وأثاث بيتي يساوي أكثر من جميع مالك، وأنا أنفق في اليوم ما لا تأكله أنت في سنة. وكل ذلك لاستعظامه للغنى واستحقاره للفقر، وكل ذلك جهل منه بفضيلة الفقر وآفة الغنى، والله المستعان. ومن الناس من يتكبر بالقوة وشدة البطش، والتكبر به على أهل الضعف والمسكنة. ومن الناس من يتكبر بالأتباع والأنصار والتلاميذ والغلمان والعشيرة والأقارب والبنين، ويجري ذلك بين الملوك في المكاثرة بالجنود، وبين العلماء في المكاثرة بالمستفيدين. فهذا كله من مظاهر الكبر، نسأل الله السلامة والعافية. فما علاج هذا الداء؟ علاجه بعد الاستعانة بالله تبارك وتعالى بأمرين. الأول علاج نظري، أن يعرف نفسه ويعرف ربه تعالى، فذلك يكفيه في إزالة الكبر. فإنه مهما عرف نفسه حق المعرفة علم أنه أذل من كل ذليل وأقل من كل قليل، وأنه لا يليق به إلا التواضع والذلة والمهانة والمسكنة. وإذا عرف ربه علم أنه لا تليق العظمة والكبرياء إلا له سبحانه، ويكفيه في معرفته نفسه أن يعرف معنى آية واحدة في كتاب الله تعالى، وهي قوله جل وعلا: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. أشارت الآية إلى أول خلق الإنسان وإلى آخر أمره ووسطه، فلينظر الإنسان ذلك ليفهم المعنى. ومثل هذه الآية في كتاب الله كثير، فأوله نطفة بدرة، وآخره جيفة قذرة،
وهو فيما بينهما يحمل ما هو معلوم، كأنه مرحاض متنقل. هذا هو الإنسان. ومن أكبر نعم ربنا علينا أننا ونحن على هذه الحالة يأذن لنا أن نقف بين يديه ويجعل ذلك لنا. فإذا أردنا أن نصلي تطهرنا، ثم نظرنا الطاهرة من الصعيد، ثم وقفنا بين يدي ربنا تبارك وتعالى ونحن بتلك المثابة، وهو سبحانه وتعالى الحيي الستير. فهذا علاج نظري، أنت تعرف نفسك أن تعرف ربك. فمن عرف نفسه حقا وعرف ربه صدقا لا يمكن أن ينطوي قلبه على كبر، على أي شيء. لماذا تتكبر إذا عرفت نفسك وعرفت ربك جل وعلا؟ وأما العلاج العملي فهو أن تتواضع لله بالفعل ولسائر الخلق بالمواظبة على أخلاق المتواضعين، ثم تنظر في نوع الكبر الذي فيك. فمن كان متكبرا بسبب نسبه فعليه أن يتأمل كيف تتعزز بكمال غيرك. هذا النسب ليس لك، يعني من تعزز بكمال نسبه فهذا يتعزز ويتكبر بكمال غيره. لئن فخرت بآباء ذوي شرف لقد صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. لئن فخرت بآباء ذوي شرف لقد صدقت، ولكن بئس ما ولدوا. المتكبر بالنسب إن كان خسيسا في صفات ذاته فمن أين يجبر خسته بكمال غيره؟ وليعرف المتكبر نسبه الحقيقي، فيعرف أباه وحده. فلتعرف أباك، أبوك القريب نطفة قذرة، وجدك البعيد تراب ذليل. وقد عرفه الله تعالى بنسبه فقال: الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. فمن أصله التراب المهين الذي يداس بالأقدام، ثم خمر طينة حتى صار حمأ مسنونا، كيف يتكبر؟ هذا أبوك القريب وهذا أبوك البعيد. وإن كان يتكبر بالجمال فدواؤه وشفاؤه أن ينظر إلى باطنه نظر العقلاء، وعليه أن لا ينظر إلى باطنه نظر البهائم، فإنه مهما نظر إلى باطنه رأى من القبائح ما يكدر عليه تعززه بالجمال، فليتأمل داخله. يعني إذا وقفت أمام المرآة وعجبتك صورتك وأحسست أنك فوق غيرك جمالا وملاحة وبهاء وحسن طلعة، فافعل ما أقول لك. الرجيع في أمعائك والبول في مثانتك والمخاط في أنفك والبزاق في فيك والوسخ في أذنيك والدم في عروقك والصديد تحت بشرتك والسنان تحت إبطيك، تغسل الغائط بيدك كل يوم دفعة أو دفعتين بيدك، وتردد الأبعد على الخلاء كل يوم مرة أو مرتين ليخرج ما في بطنه مما لو رآه بعينه استقذره، فضلا عن أن يمسه أو أن يشمه. ثم إنه تغذى قبل ذلك بدم الحيض، وخرج من مجرى الأقدار مرتين، مرة من أبيه ومرة من أمه. إذا تأملت في هذا نزع الله من قلبك داء الكبر بالجمال. لذلك لما مر بعض الملوك على الرجل الصالح قام الناس جميعا ولم يقم هو، فقال: يتوني به. فلما جيء به قال: مجنون أنت؟ يريد أن يعذره ولا يعاقبه. قال: مجنون أنت؟ قال: لا. قال: فأنت لا تعرفه. قال: بل أعرفه، ولا أحد في هؤلاء يعرفك كما أعرفك.
قال: فمن أنا؟ قال: أنت الذي خرجت من مجرى البول مرتين، مرة من أمك ومرة من أبيك، فلا أحد أعرفك كما أعرفك. فمن غرته طلعته وحلاوة بشرته واتساع حدقته، من غره جماله فعليه أن ينظر فيما في باطنه، فإنه حينئذ ينكسر كبره بذلك الأمر. وما أحرى النساء أن ينظرن في هذا الأمر لينكسرن لله جل وعلا. وأما علاج التكبر بالقوة والأيد والشدة، فأن يعلم أنه إذا ما سلطت عليه العلل والأمراض كيف يكون حاله؟ لو توجع عرق واحد منه في يده مثلا لصار أعجز من كل عاكس وأذل من كل دليل، لو سلبه الذباب شيئا لم يستنقذه منه، لو أن بقة دخلت في أنفه أو نملة دخلت في أذنه لقتلته. إن أصابته الحمى يوما تحلل من قوته ما لا ينجبر في مدة. من لا يطيق شوكة ولا يقاوم بطة ولا يقدر على أن يدفع عن نفسه ذبابة لا ينبغي أن يفتخر بقوته. ثم إن قوى الإنسان لا يمكن أن تبلغ قوة الحمار ولا الجمل ولا الفيل، فأي افتخار بصفة يسبقه فيها البهائم؟ يعني هو لا يستطيع أن يحمل حمل حمار ولا أن يصبر صبره ولا أن يتحمل ما يتحمله الجمل ولا الفيل، فأي قوة إذن؟ ولذلك قال بعض الصالحين قديما داعيا ربه جل وعلا: اللهم بما شئت فابتلني. لم يسأل ربه العافية وإنما تعرض للبلاء، فابتلاه الله تبارك وتعالى بحصر البول، بحصر البول. فكان يدور على الصبيان في المكاتب في الكتاتيب يقول: ادعوا لعمكم الكذاب حتى يفرج الله عنه. فبما شئت فابتلني، لا، اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك العافية وكمال العافية وتمام العافية ودوام العافية. إذا تكبر الإنسان بالمال أو بالسلطان والجاه فعليه أن يعلم أن التكبر بمثل ذلك تكبر بمعنى خارج عن ذات الإنسان، وهذا من أقبح أنواع الكبر. المتكبر بماله كأنه متكبر بفرسه وداره، لو مات الفرس وانهدمت الدار فبأي شيء يتكبر؟ يعود ذليلا. وكذلك المتكبر بجاهه، لو تغير عليه هذا الجاه لصار ذليلا. كيف والمتكبر بالغنى؟ لو تأمل لرأى في اليهود من يزيد عليه في الغنى والثروة والتجمل، فأف لشرف يسبقك فيه اليهود، وأف لشرف يأخذه السارق منك في لحظة واحدة فيسلبك شرفك، يسلبك شرفك في لحظة واحدة، ويعود صاحبه ذليلا مفلسا. وأما الإيمان والعلم فلا يسرقا، نعم، ولكن يذهبان بالمعاصي، يذهبان بالمعاصي. فإن الإنسان ما آتاه الله من علم فعليه أن يقيده عنده بالشكر، والشكر أن يعمل به، أن يعمل بما علمه الله تبارك وتعالى من علم. فأما إذا ارتكب المعاصي سلب منه علمه، كما هو معلوم في قوله: كنت أنظر إلى غلام أمرد حسن الوجه نصراني، فمر بي شيخي فقال: ما وقوفك هنا؟ فقلت: يا عماه، ألا ترى إلى هذه الصورة المستحسنة كيف يعذب الله هذه الصورة الجميلة بالنار؟
قال فضرب بيده بين كتفي وقال لتجدن غبها، يعني هذه النظرة الفاسقة، ولو بعد حين. قال فبقيت 40 سنة أراعي ذلك الغب، الغب عاقبة الأمر، أراعي ذلك الغب حتى إني نمت ليلة فاستيقظت وإذا أنا قد أنسيت القرآن، فسلب العلم كله لذنب أذنب، ولا يصيبك من شيء تكرهه إلا بذنب أحدثته، إلا بذنب أحدثته. قال ابن سيرين رحمه الله وكان قد ركبه الدين في آخر عمره وتكاثر عليه الخصوم حتى حبس، فكان يقول والله إني لا أعلم هذا بما أصابني، إنما أصبت بهذا الذي أصبت به بذنب أحدثته منذ 40 سنة. كانت ذنوبهم قليلة فهو يستطيع أن يعد هذا الذنب من 40 سنة، وأما نحن فالإنسان لا يستطيع أن يعد ذنبا منذ 40 ثانية. أسأل الله أن يتوب علينا أجمعين. الإنسان عليه أن يجتهد في الخوف من ربه تبارك وتعالى وفي رجائه، أن يقبل على الله وأن يعلم أن الدار الآخرة هي الحيوان، هي الحياة الباقية الحقيقية، وأما الدنيا ففانية، وأما الدنيا فمزرعة كما هو معلوم تزرع فيها ما يقدر الله تبارك وتعالى لك، والحصاد هناك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا.